موجز إخباري جديد يأتيكم من موقع صدى البلد، أهلا بكم. شهدت عدة مناطق بالقاهرة والجيزة سقوط أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة، صاحبها نشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة، حيث تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة موجة من عدم الاستقرار. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية، وأكدت وزارة التموين أن أسعار السلع بالمجمعات أقل من مثيلتها في الأسواق. نشر فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والبابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية اليوم الجمعة تدوينة مشتركة على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر بعدة لغات بشأن استكمال طريقهم الذي بدأوا بشأن ترسيخ مبادئ الأخوة الإنسانية. شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة تراجعاً بقيمة 5 جنيهات، وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشاراً 810 جنيهات، فيما سجل عيار 24 نحو 928 جنيهاً، وسجل عيار 18 نحو 692 جنيهاً. خرجت مظاهرات حاشدة ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تطالبه بالاستقالة، وذلك للأسبوع 22 على التوالي، ورفعت المسيرات المناهضة لنتنياهو بشوارع تل أبيب لافتة مكتوب عليها ليس لدينا ما نخسره. وإلى أخبار الرياضة، حيث أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة السوبر الإفريقي 2020 في القاهرة بدلاً من قطر، حيث كان السوبر الإفريقي خلال العامين الأخيرين يقام في العاصمة القطرية الدوحة. ختام الموجز، نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.